اليوم سنسلط الضوء فقط على انتشار وباء الكوليرا في اليمن، ويسعدني إذن أن أرحب بالدكتور محمد السعدي مستشار وزارة الصحة اليمنية الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور أهلا بك معنا. إلى الآن ما عدد الحالات المسجل بإصابتها بالكوليرا في اليمن وما المناطق بالتحديد؟ بالنسبة للكوليرا في اليمن هناك نستطيع أن نقول أن 77% من الحالات متواجدة في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. تتمركز الحالات بشكل كبير جدا في محيط صنعاء ومحافظة حجة ومحافظة الحديدة امتدادا على تهامة، وكذلك هناك يحدث ارتفاع في محافظة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات. هناك انحسار بالنسبة للكوليرا في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، كان هناك ارتفاع بسيط في محافظة إبيان والضالع وبعض الحالات في عدن، والآن تم السيطرة عليها. الوضع بشكل عام هناك في تقدم، لكن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات تعاني مشاكل كبيرة بسبب سوء ما تقوم به هذه الميليشيات إعاقة الأعمال الطبية الخاصة بالمنظمات الدولية وكذلك الفرق الطبية المتواجدة هناك. إلى أين وصلت الجهود إذن لمحاربة الكوليرا، يعني من خلال المساعدات، من خلال أيضا تعاون ربما بينكم وبين منظمة الصحة العالمية؟ كانت حذرت من الكوليرا وكانت قامت بعدة حملات في اليمن في سبيل محاربة هذا الوباء. سعت وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الدكتور ناصر باعون بتوجيهات رئاسة الوزراء إلى وضع إلى تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الكوليرا ووضع خطة استراتيجية. نسقت مع الشركاء المانحين على رأسهم مركز الملك سلمان وكذلك البنك الدولي وبعض المؤسسات مثل الهلال الأحمر الإماراتي وغيرهم. الخطة الرئيسية تقوم على الإصحاح البيئي. الكوليرا ليس مرض ينتشر عن طريق الهواء، ولكن هو نتيجة لانهيار الشبكة الصحية أو الشبكة البيئية واختلاط الماء الملوث بالمياه أو تلوث الآبار في المناطق الريفية، وبالتالي عملية الإصحاح البيئي بمعنى صيانة وإعادة إصلاح هذه الشبكة وكذلك الكلورة بالنسبة للآبار يعتبر من أهم الوسائل لمحاربة المرض. مركز الملك سلمان ومعية وزارة الصحة اليمنية وقعت قبل شهرين اتفاقية مع اليونيسف واتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 66 مليون دولار للبدء بأعمال الإصلاح البيئي خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، لأن هذه المناطق مهملة بشكل كبير. كذلك وجه رئيس الوزراء ب 500 مليون ريال لوزارة الصحة للقيام مع وزارة المياه والبيئة بإصحاح الوضع في المناطق المحررة. نعم، أشكرك إذن جزيلا على هذه المداخلة. معنا الدكتور محمد السعدي مستشار وزارة الصحة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.